السياسات مرة أخرى ها فما بالإجماع فعناش سياسة فلاحية منعدمة معناتها في تونس رغم اللي احنا بلاد فلاح. فعلا بارك الله فيك في الكلمة بلاد فلاحة باش ننطلق من الكلمة بتاعك أنت وتصور بنياني نابروش سيستيميك. نلاحظ أن هذايا ما نحبش نحكي على النتائج نحكي على الأسباب. في الأسباب هو يتضح كونه تونس منذ الاستقلال إلى يوم الناس هذا القطاع مهمش. باش نعطي بعض علامات من الشر رجل السياسة نعطي بعض علامات مثلا لاحظوا اتحاد العام التونسي للشغل اللي هو متاع الشغل متاع الثورة الصناعية أقوى بكثير من اتحاد الفلاح. أيضا لاحظوا أن اتحاد الشغل هو يدافع على الشغال واتحاد الصناعة هو يدافع على أصحاب رؤوس الأموال. في القطاع الفلاحي لاحظوا معناها الاتحاد الفلاحي متاعنا هو متاع رؤوس الأموال هو متاع الفلاحة المستهلك عاملينه احنا جمعية معناها جمعيات الدفاع عن المستهلك. نعطي بعض ملاحظات أخرى أيضا مثلا ولاية بن عروس ولاية من حيث المياه الجوفية والمياه السطحية هي معناها ولاية فلاحية بامتياز نلاحظوا فيها توا الآن كلها مناطق صناعية. يعني واش نوريك الأخطاء في التخطيط من البداية لأن يعني علم الاقتصاد هو علم يبنى على مؤشرات من هذه المنتجات يتلقى التخطيط ليستشرف المستقبل تونس 2050 تونس 2100. وبالتالي القطاع الأولي في جهاز الإنتاج هذا يسمى القطاع الفلاحي القطاع الأولي هو قطاع أكثر من استراتيجي هو قطاع سيادي. ووزارة الفلاحة العديد خاصة في تونس لما نقول وزارة الدفاع وزارة سيادية وزارة الخارجية وزارة سيادية وزارة الداخلية كذا وزارة الفلاحة هي الوزارة السيادية بامتياز لأن منش عندها حتى علاقة بالحرب الأوكرانية. بالعكس إذا كان أنت ماكش قادر من داخل الدورة الاقتصادية لأن جهاز الإنتاج يبدأ بجهاز الإنتاج يفضي هذا الجهاز الإنتاج إلى دخل هذا الدخل يمشي جزء منه للاستهلاك والجزء الآخر يمشي منه إلى ادخار هذا الادخار يتحول عن طريق شكل الخام رأس مال الثابت يتحول إلى تمويل الاستثمار الإضافي وهكذا الدورة الاقتصادية. لاحظوا أن الجهاز هذا يا الجهاز الأولي اللي هو يعطيك الاكتفاء الذاتي فيما يتعلق بالقوت متاعك بالأمن الغذائي بتاع بلد معناها يتقاس الاستقلالية لما نحكيه على السيادة الوطنية والاستقلالية متاع البلد لما تسكر حدودك قداش فوبوفي ريزيستي. ولاحظوا قبل حتى تونس ما تمر روما لاحظوا قبل كيف يقع حصار على أي بلاد حتى في العصور الوسطى قداش البلاد هذه الريزيست في الأكل متاعك. سياسين عشناها ثلاثة سنين تالي وعاش العالم الكل مع أزمة الكوفيد وقت اللي سكرنا الناس تجربة تجربة فترة في محاصرة روما لها وقاومت 13 سنة المدينة ذيك في الأردن تحت أول تجربة في العالم هذيك فايقت الناس من المفروض بأهمية المنظومة الفلاحية ثم استدامة سيادة الشعوب. استكمال الكلام هذا قال لك 13 سنة شوف 13 سنة عش معناها 13 سنة معناها حتى بالمنطق السياسي دو موندا ولا دو موندا يدمي. توا نجي للقطاع هذا القطاع هذا من الأهمية نتاعو لما كيقول تسكر الحدود لازم تعيش شعبك وهذا دورك لما تاخذ أنت مسؤولية السياسات العمومية أهم السياسات العمومية اللي قالت هذايا بزوز ملايين كيف نقول انا انت خاطرك معناها عندك مشكله انت اللي خليتها تزوز ملايين خاطرك انت مستهلك يلزمك تحرف نفسك مش حل مش هذا الحل لان هذايا القطاع هذايا الكل مسؤوليه مجتمعيه على المسؤول اللي هو اللي سطر السياسات العموميه لابد ان يحمي المستهلك يعني هذا القطاع بالذات المستهلك فيه هشاشه رهيبه جدا لان الاخ كما كنت بين لك هذايا ما عندوش شكون يدافع عليه ما عندوش منظمه تدافع عليه المستهلك هاك شفت فرادة ما حتى واحد يستاهل يعني يلزم الدولة هي في سياساتها لأنها يلزمها تأمن الغذاء الغذاء لبلادها. إذا كل السياسات اللي جات من الاستقلال المنسي هي مغلوطة ما نقعدوش نبنيو على أطلال نقولوا أعطينا تصور فما شان دو فالور سلسلة متاع منها تبدأ من الأعلاف نلاحظوا كي يجي نقول أنا توا الكارتيلات ونحكي على شكون يملك ما يهمنيش شكون يملك الدولة يهمها طلعوا بالحقوق لكن ذاك تحل المشكل جزئيا لما تعمل تصور بنياني انت يزمك شو يزم الدوله تقول ما يهمنيش قطاع خاص ولا قطاع عام يقوم بهذا الدور اذا كان ما قامش به القطاع الخاص ماهوش معناها سيكتور كونكورنسيال انا الدوله يلزمني نقوم به ونحضر الحاجيات نتاعي نعمل انتاج اوفر اللي يستجيب الحاجيات الطلب اللي موجود نتاع البلاد كده اذا المسؤول الاول هي الدوله شوف بطبيعه الحال هنا